خلاصة على وجه العموم نرى أن عنوان الرسالة معبر عن محتواها، كما أن الهدف من البحث وتقدير أهميته عند الباحث واضح بشكل كبير، وقد أجريت التجارب والطرق العلمية السليمة وتضمنت تقنيات حديثة، كما أن المناقشة جيدة وتشير إلى استيعاب الطالب لموضوع البحث، حيث قدم الطالب مقدمة وافية، وتضمنت الرسالة قائمة طويلة وعديدة من المراجع الحديثة ذات الصلة بالموضوع، كما أن الرسالة مكتوبة بلغة علمية سليمة تدل على اهتمام الباحث بجميع العناصر في موضوع الدراسة، ولقد قام أيضا الباحث بالرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه بطريقة موضوعية، وذلك يوضح استيعابه الجيد لموضوع الدراسة والأدوات والأجهزة المستخدمة في ذلك الشأن. قد تم تحكيم الرسالة على النسخة النهائية المعتمدة بعد فحص التشابه العلمي الاقتباس، لذلك تقرر اللجنة أن الطالب ألم بالأسس التي قام عليها البحث والمواد الأساسية المرتبطة به، وتوصي اللجنة بعد فحص ومناقشة الرسالة بمنح الطالب أحمد محمد راشد الكومي درجة الماجستير في العلوم بالقوسين مايكروبيولوجي من كلية العلوم جامعة المنيا. اللجنة